فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟ هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله.